عملت كوب كيك جلوتين فري. طب الكوب كيك ده من ايه؟ من حاجة موجودة في كل البيوت، العدس الاصفر. العدس الاصفر هو فيه نسبة بروتين عالية لكن جلوتين فري. انا خدت كوباية نقعها لمدة 24 ساعة، والحجم بعد 24 ساعة بقى قد كوبايتين، عليهم قطعتين جبنة، 3 بيضات، 100 جرام زبدة أو زيت أو سمنة بلدي أي حاجة عندنا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، واتنين فانيليا، وعليهم 2 كوباية من الزبادي. يعني بص، انا خدت كوباية اللي هي 120 جرام، اللي هي الكوباية انا كنت عشان مضاعفة الكمية هقول لكم مقادير بتاعة مقدار واحد، وبشر ليمونة وعصرة ليمونة معانا علشان الطعم. حطيت كل ده في الخلاط، وبحط معلقة خل على الكربوناتو علشان يفور كده واحنا بنعمل الخلطة. هضرب كل دوت في الخلاط كويس جدا لغاية ما ينعمه، وهحلي بسكر سويتال او اي سكر عندك، او بالعسل لو انت هتعملي للاولاد. انا حطيت معلقة عن المقدار ده، معلقة كبيرة سويتال. هعمل في الكب كيك، هحطهم كده واحط عليهم زبيب او قطع تمر او مكسرات اللي عندك حطيه، بس انا كنت حطيت الزبيب عليه شوية دي زي ما بعمل في الكب كيك العادي، على اساس ان هو شوية دقيق كده، حتى مش حاطة دقيق عادي، انا حاطة دقيق جوز الهند. بس هو ما نزلش في الخلطة لان الخلطة دي بتبقى تخينة، فابقي حطيه ونزليه شوية بالمعلقة، طعمها حلوة جدا.